هذا المعلم التاريخي يعد خير شاهد على التاريخ النضالي لهذه المدينة، وهذه السفينة تمثل حقبة مهمة في تاريخ هذه الولاية، فهي ترمز لمعركة التحرير التي خاضها الأخوين التركيين عروج وخير الدين لتحرير هذه الولاية من الاحتلال الإسباني في القرن الخامس عشر. في الشمال الشرقي للجزائر تقع ولاية جيجة، المدينة العلم والتاريخ الضارب في الأعماق، تتربع على مساحة تقدر بقرابة 2400 كيلومتر وبتعداد سكاني يناهز 700,000 نسمة. عاصمة الكورنيش التي حطت بأرضها العديد من الحضارات الإنسانية، وكانت مهدا للمقاومة إبان الاستعمار الفرنسي بتقديمها لقوافل من الأبطال والشهداء، ظلت صامدة وشامخة شموخ جبالها الخضراء. بشريط ساحلي يعادل 120 كيلومتر وبمناظر خلابة عز نظيرها ليس في الجزائر فحسب وإنما في العالم أجمع، خطفت جوهرة الكورنيش قلوب زوارها الذين اتفقوا على وصفها بجنة الله في الأرض. جيجل ليست التاريخ وسحر الطبيعة التي ألهمت الكثير من الشعراء والمفكرين، بل هي عالم متشعب تشكل فيه كرة القدم العشق الأبدي لسكانها. فتاريخ الكرة في هذه المدينة ضارب بدوره في الأعماق، حيث تعود حكاية عشق الجواجلة للعبة الأكثر شعبية إلى أوائل الثلاثينيات مع بزوغ فجر النادي الأكثر شعبية بالولاية شباب جيجل. الرحمن الرحيم. إذن نتواجد بمقر قدماء فريق لاعبي أو فريق شباب جيجل، معي أول ضيف مع عمي الهادي رولا، أحد قدماء لاعبي شباب جيجل وكذلك أحد قدماء مسيري هذا النادي. عمي الهادي، بداية أهلا وسهلا ومرحبا بك في على قناة الهداف تيفي. بك وهلا عمي الهادي. الحديث حول تاريخ شباب جيجل حديث ذو شجون، راح نتحدث اليوم حول التاريخ، تاريخ النمرة، تاريخ للكثيرين يجهلونه، خاصة شباب اليوم ممن لم يعاصروا هذا التاريخ الضارب في الأعماق كما يقال. عميل هذه بداية، لو نتحدث عن يعني ما سبق، يعني الفترة التي سبقت تأسيس النادي، النادي اللي نعرفه أنه تأسس أو بدايته كان سنة 1936 تحديدا منذ 79 سنة، لو كان تحدثنا عميل هذه حول بداية النادي، يعني الأيام اللي سبقت تأسيس هذا الفريق، تفضل عميل هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفريق هذا بالضبط 12 مارس 1936، هي كيفاش تأسس؟ تأسس كانوا بعض من اللاعبين، بعض اللاعبين يمارسوا في سبورتينغ كلوب، كما تعلمون سبورتينغ كلوب هذا نتاع النصارى. وكيفاش تأسست هذه البلاجية هذه؟ فكرة، واضح اللعب وهو المرحوم بالعربي بن جاب الله المدعو بالفرنساوية عمير العربي، كان يلعب سبورتينغ، وسبورتينغ ربح 1-0 ماشي مع الجيز دي، سبورتينغ أكبر نتاع 1911 هو. ولكن رئيس سبورتينغ هذا كان نائب المير سميتو برتيع، هو فلاصة كان فلاصة كان عنصوري كيما فرنسا، فالنهار هذاك بالحد كان هو في البرج بوريريج، لما جا قالوا له سبورتينغ او ربح، وشكون اللي سجل الهدف؟ قالوا له فلان ماشي رومي، كان حلت المال ما مليحاش، تعرفوا العاطفة نتاعنا احنا نتاع الجزائريين عندنا النف، اوه بالحرفة اوه سي توجور ان عرب كي مارك لو بيوت، يعني ما تقبلش انه عربي يسجل هدف. نعم، رغم هما ربحوا نطق واحد،
وهو المرحوم دا يوسف بن الشمام، دا يوسف بن الشمام المدعو طونطون. قالوا يا جماعة سمعتوا أحد هالقوري واش قال؟ قلتوا أنا عرب أيام نكونوا فريق. فالعصر ما في سبعة، ولكن العقلية ce qu'on appelle en langue française le promoteur ou le géniteur. Tu as un promoteur. وفي نفس الوقت هذا ابراهام كان اسس الفريق نتاع الشفع المسلمات الجزائريه لي زسما، وثم جابوا لي غنا، جابوا عليه غنايا. دوك نقولها لكم الغنايا هذه واش تقول؟ ما نسحقوش الدراهم، يكفينا شابوني ابراهام. هذه غنايه نتاع جيجل، ما نسحقوش دراهم يكفينا شابوني ابراهيم. هكذا كنا نشدوها احنا، تجاتوا ولا شويه. وكان الحكيم يقول الدكتور راهو شافو الدكتور في الوقت هذاك 36 دي دكتور كونفيسيون مسلمان كلير، واحد جبروه في الولايه مثلا في قسنطينه كان الدكتور بن جلول. نبيجي كان الدكتور لهتيت محمد صالح، وزادوا شافوا الدكتور شيرجيون دونتيست طبيب الاسنان وهو امير البشير، وزادوا شافوا شريط النووي. شريط النووي كان عنده يكسب الحفيدات، كان الحفيدات لا عنده تريك من جيجل بجايا ومن جيجل سكيكدا ومن جيجل قسنطينة. وهذا أمير العربي أبو جاب الله وزادوا شافوا هذا هذا لمحمد، هذا أمير العربي المهنة نتاعو كان يخدم في قشر، يخدم في قشر. وهذا عبد الله محمد وهو كهواجي عنده قهوة من الجمال الكبير السوحة. الكثير يتساءل علاش الشباب جي سموها النمرة، هل صحيح انه كاين فيه صيد ونمر على مستوى احد الجبال المنطقة، وعلى هذا الاساس جو من هناك فطلقوا تسمية النمرة على فريق شباب جيجل؟ كانت النمرة في كيسير، نعم، في المنطقة يعني طولها ولا الطفر ثم النمرة، النمرة تحلى لا بونتر نوار. ولهذا النمرة هذه انا en biologie animale. Dans ce qu'on appelle, elle était un peu matatrabée. Elle a la trabéchia ou la kien. Le numéro est bondi. Le numéro est un peu rétractile. Il est très rétractile. C'est le numéro. Mais le numéro ne se marche pas 36. Il se marche 37. يعني بعد سنه من 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 من, من بدايه البدايه التاسيس تاع الفريق. نعم، من بعد هذول المؤسسين هذول لي مومبر فونداتور، من بعد جاب 37 لو بروني كوميتي لا جي اس دي، هما 17 واحد 17، والرئيس نتاعهم وهو المرحوم فرقاني محمد بلكل، والمرحوم فرقاني محمد. وزادوا ثاني خرجوا غنايا جياز زيد الله مركبة على الصح ومولاها فرقاني، هذه كلنا نشدوها ثاني خلال. وهذا الرئيس فرقاني، الرئيس محمد فرقاني بغير تزوير، ما كانش تزوير سيد الله فروض، ما كانش كان بريزيدون دو جياز زيد من 1936 جوسكو 1963 هو بريزيدان.
دائما ركونتوي دائما يزكي واحد رغم تنحي الفتره هذيك نتاع 7 سنين ونص نتاع لعب التحرير وامين العام سكرتير جنرال كذلك الحال من 37 حتى 1964 وثم فرقاني محمد ف 63 مشى المغرب وفى تمينا اللي وضعوا الرئيس وهو السكرتير جنرال امين العام مخدم محمد والمدرب نتاع الجهاز ذا اليومين واش رانا نشاهدوا بالاسف الشديد قليل الفريق اللي كمل المباريات المدرب واحد 4-5 الجهاز ذا المدرب من 37 حتى الخمسينات منا نجيجل مشى مستغانم وهو فريدريك كويت انسيان انترناسيونال دو ليكيب تشيكوسلوفاك وجاب سو لاجياز دي باتر وكان يخدم في كشر سي لوي كي فورمي لاجياز دي واللي كيبو لاجياز دي وهو فريدريك كويت كو نو افون ايتي شامبيون دو لاست الجيريا سينيور اي جونيور 1947 وكان شامبيون افريك جونيور في الوقت هذاك ولكن نقول جوج كلمات تفضل L'argumentation française, qu'est la fédération tchadienne, la Cour de Canon pour France, la plus belle. Quand le rabita dans l'action de la rabita dans la SMA, le rabita dans la FACT. Voilà qui, la JSD, Starbucks, Barbel, la Kentakir Antei, Ntaousmo, Ntaouharan, وكيل البيوزمو ومتاع العاصمه هذيك متاع النصارى كانوا يتبدلوا هكذا سواء الواش ديال متاع اليوساندي سواء الريو هذا المولد ديال ما كانش كان يلعب ولكن ما يتوصلش يعني رغم ان المولوديه هي يقولوا عميد النوادي الجزائريه انا ذاك ما كانتش قادره على التواجد في معليش ندعيو لهم طول العمر ان شاء الله ندعيو لهم طول العمر نسكفوا عليهم كازا بلانكا خسرنا مع المليوزر كازابلانكا عندها في الوقت هذاك هذا المليوزر كازابلانكا عندها ثلاث لاعبين دونك كلهم كيسموهم لا عدا ماتوا لا عدا وحيا لكن ماتوا ربي يرحمهم زوج بواحد في الوقت هذاك ما كانش الكادو كات هذا حنا لعبنا معاهم سيتي دي فيو شيوز واللاعبين تاع الجياز دي كاملين مسكونين محليا كان ثلاثه هذوك واحد زوج ثلاثه هذا هو ديك بودري عبد القادر المدعو بيكي هذه واسمها هذه اسمع اللي يسمع عبد العاصمه لعبوا مليح صراحه عندها في الوقت هذاك او اربع او خمسه نتاع الفريق الوطني هذا عبد القادر دخل دو بيوت اللي يسمع ربحنا 5 هنايا تما ربحونا 3-0 5-1 امام اتحاد العاصمه نعم هذا المدير ديال الدرجي المدير ديال الدرجي هذا ربحوا هنا 2-0 وتما خلاف 2-0 تما واجهتوا انا ذاك عميل هذه ظهر لي واجهتوا احسن لاعب في العالم في فريق اولمبيك مارسيليا كانت الهزيمه بشحال 7-3 نعم وهو الجوار ما يسمى لا بير نوار جوار تحلى والجورنال فرانس فوتبول الجورنال فرانس فوتبول او عندي مازال موجود عندي وعندي في الوقت كنت عارف الدار دو جوار ضربي بن بارك هو مغربي ساكري ميور جوار دو موند 1947 لعب هنا ولا جازي وعندها لو ميور افون سونتر دوروب وهو اندرسون نتاع هولندي لا جازي جابت هنا في الملعب هذا ما يسمى حاليا عميروش في الوقت هذاك اسمه لويد الماس لويد الماس لماذا؟ بالنير نتاع نتاع فرنسا اسمه لويد الماس لما مات سماو على نعرف على اسم هذا المكان دوك الفضل الفضل يحب يكون لو ميريت يرجع او ديريجون لو فراج دو بريزيدون عند الجي اس دي هو المرحوم الفرقاني محمد عنده خوه بن ربيع عنده مصنع نتاع الفرنان في فريجيوس واتصل بيا وشافوه جابوا اسمه لامبيد مارسيل من هنا في لاجيستي ولامبيد مارسيل هنايا قعد يومين هنا في جيجل
1954 مش مفاجاه، وجيج الكامله في الاستاد، والدخله بالاستاد الملام بترودينا، واللي عنده واللي عنده يدخل واللي ما عندهش يدخل. كانت لاجياز ديك دمر 50 هذين بولا بريسيزيون، بولا بريسيزيون ستوريك. لاجياز دي نا جامي رسو ان سنتيم دو تريزور كولونيال. ما كانش تاجر، ما كانش بحري، ما كانش دوكار، ما كانش ميكانيسيان، ما كانش منيزي، ما اللي ما يتبراش. كل النمرة كل خويا خويا شفت لا فيرتي، يعني شرف شرف المنطقة. نعم شرف. اي تجيني كل انا لاجي اس دي. لماذا لاجي اس دي شرف؟ لماذا؟ دومت على لاجي اس دي وهو الخضر والابيض. واش انا نسمكم لك برومي 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 تفضل اعمل هذه قول تفضل. دي كولور لاجي اس دي سيلفر اي بلان اور لو فير سامبوليز ليسبيرونس، لو بلون سامبوليز لا بيورتي. كان مدروس يعني اختيار اللونين تاع النادي. يعطيك الصحه. لو برومي كوميتي بيان من لاجي اس دي كانوا 17، كانوا تروا كابتيمور تصور هنايا. كانت الهيبه هذيك من محال من مستحيل الرومير بحال شي بلبلوريج من محال كيش خسر لاجي اس دي ما يطيبش العشاء في الدار ما يطيبوش. كانت اسماء مرت على النادي هذا من بينهم دحمو اللي يعني نعم اللي يعني اسماء كما يقولوا خلات بصماتها في تاريخ الكره الجزائريه. يعني دحمو هو من هذه الاسماء اللي مرت على النادي اللي يعني درب العديد من النوادي الجزائريه. يعني لو تحدثنا باختصار عميل هذه حول هذه المرحله الهامه. المرحوم دحمو بن كينوار هو في نجم نقول عبقري. نعم. تلجيني نقول ثلاثة. تروز انترينور ناسيونو. نعم. الأولاني عرفونا في العاصمة. وهو المرحوم عم اسماعيل كابتو. لاعب. نعم. مدرب المولودية. نعم. ومدرب الفريق الوطني. واش قال لي ليا؟ قال لي حمو إتو سون افونس سير نو توس. وعندي واحد الوثيقة. من الكلام نتاع المدرب الوطني الثاني. نتاع 82 وهو صديقي محمد ماوش نفس الكلام ديك اللي عند اسمعك باتو لو 23 جو ديال دادا لو 23 جو 2014 جا في الاطلسيفيه لانجي جل 15 يوم وهو عبد الحميد زوبا لا جازي كرمتو. نشكرك عميل هذه وان شاء الله نتلاقاوك في فرصه اخرى. بارك الله فيك. عبد القادر بودرقي من اللاعبين اللي عاشوا الفتره تاع الستينات كلاعب في فريق شباب جيجل تقريبا الفتره الزاهيه في نادي فريق شباب جيجل كان انذاك صعد القسم الاول سنه 1968 تقريبا كانت البدايه للانطلاقه الحقيقيه لشباب جيجل في نقدر نقول في قسم الاضواء. عمي عبد القادر واش تقدر تحكي لنا عن هذه المرحله؟ في فينيون 65 كجيجل انا جي جوي افيك ليكيب اي مونك ان بو جوار Mais quand même, on a réussi de faire une très bonne équipe. On a été champion en division d'honneur dans l'Est. Non. Après, on a monté en division 2. Après, on a monté en division 1. Où est-ce que c'est que c'est? Je pense que dans les années 65, 66, 67, 68, 69, 70. Dans Moustra El-Mahdi, on a joué les 45 minutes de football. Monsieur Aberkian, l'entraîneur de la GSD, il a dit... Il faut jouer la tactique de la GSD, l'attaque en tranche. C'est là. On a, en première mi-temps, on a gagné 2-0. En deuxième mi-temps, on a 4-0. On retourne Moussa Gallem, un accident, le maire de la GSD, il a dit qu'on a 68. On a fait Philippe Malheur, la prévision. Les résultats, ils sont là. On était champion plusieurs fois, on était des bons joueurs, une très bonne jeunesse de la GSD.
فورماس بزاف في لا جونيس. وي نسنا سامحني انا دا كارلوس غوميز جو كوني في التورنوا دو باري افيك دي لي وي ستروف لي زيكيب سانتوس راسينغ دو باري كوما سابيل الاخر هذيك راسينغ دو ليزبون كان يلعب معاهم لو تورنوا دو باري. جي في جي في كارلوس غوميز كوم غارديان بيت سي كيلعب في ليكيب ناسيونال بورتغال. Il avait une Djili, bon, je suis âgé. Comme joueur, j'ai le rang Thomas, mais comme entraîneur, il n'a pas fait avec le. Un bon entraîneur. يعني كانت عنده يعني بصمته كمدرب كانت أفضل من بصمته كلاعب أو العكس، كحارس أو العكس؟ حارس. حارس مرمى كان خلى يعني خلى البصمة تاعو أكثر من 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 منها كمدرب. وي وي وي، كوم انترينور نو. مي كوم غارديان بيت نبيع له. سي دائما نبقاو مع قدامى فريق شباب جيجل مع اللاعبين اللي صنعوا نقدروا نقولوا الفتره الزاهيه تاع فريق شباب جيجل في القسم الاول. عمير رشيد في 68 تقريبا كانت البدايه في القسم الاول، الفريق صمد سنتين فقط في القسم الاول ثم سقط على ما اعتقد القسم الثاني. كيفاش كانت الحكايه؟ علاش فريق شباب جيجل برغم كل هذا الزخم برغم كذا ما يعني ورغم كان يتوفر على لاعبين من اعلى مستوى وكما كنا نسمع لعب حتى على المستوى مثل الجزائر ويعني في فرنسا وفي منافسات اقليميه وجهويه، لكن انا ذاك ما صمتوش اكثر من موسمين في القسم الاول قبل ما تسقطوا. السقوط سيتي كونتر لو نهد. السقوط انا جو فو راكونتي ان استوار. لا سيزون 68-69 69-70 انا في ان باركور في لالي اون ايتي كاتريام. اون افي ان جون ايكيب. Il y avait Bachir Latis qui par Rah. On avait une jeune équipe, ma Mokrani, ma Cheikh El Rahmou, ma Terki Sadek, ma Latis Malik Morad. On avait 20 ans, Chabou, Boukbous, Bachir qui par 25 ans, là, 19 ans, 20 ans. On a fait un parcours, on était quatrième à l'aller. Le CRB, je vais vous raconter, le CRB, il était champion. قدام الوكس اللي تي فيريتمون سيتي ليكيب ناسيونال لالماس كلام حميتي باش يغارديو لانفانسيبيليتي نتاعهم هنايا في جيجل لو ماتش روتور اسكي باري احنا نتي جون اسكي باري تفاهموا مع لي ديريجون تاعنا باش يديروا الماتش لول هكذا سي لا رياليتي عطاو رونديفو المساوي محمد الله يذكره بالخير اللي مالاد ربي يشفيه À l'hôtel des Glycines, à l'Awala, pour discuter justement de match nul. C'est vrai, on était jeunes. On a entendu, mais jamais ils nous ont. Il y a un égal ou un égal. Pendant une demi-heure, je n'ai pas eu. Le lendemain, le match, je n'ai pas eu. Je suis allé voir le vestiaire, il n'y a rien du tout. Je suis allé voir pendant une demi-heure, je suis allé voir. Je suis allé voir, je suis allé voir. Aujourd'hui, Madrash Maya. Donc il n'y a rien, on va jouer le match. Il faut jouer normalement. Tchanda, seulement, il y avait un arbitre, je ne sais pas, le Sabin. Il a fait le reste. En deuxième mi-temps, 0-0, attaqué une balle Abdelhamid Boujnoul, qui était leader, l'origine de l'Awana. Carlos, il était 10 mètres hors jeu, Carlos Khrej 18 mètres. كرواي لورج لوبا بيت لاربيت حطو وانا سبيكولي اكسيتيرا فينالمون انا كومبري هذاك حميد بور لانيكتوت حميد بوجنون الشك فايد موندي ليكسترنيسونس نتاعو باش يبعثوه للعاصمه بوندون دو زون ما خدمولوش ما حبوش يخدمو على اللي ماركا البيت هذاك وسكسيو سكسيو كان منها ايزون وكيس كي لا في لو سي ار بي سي ليستوار D'ailleurs, Kalem, qui est un frère, qui est un ami, j'ai fait avec presque une cinquantaine de jubilés, Youssef Mkarani, etc. C'est un ami. Mais il avait dit, il y a quelques temps, il y a un mois, Fchourou, qui a droit à les matchs arrangés. C'est surtout qu'il était franc, qu'on l'a fait une seule fois. Rabbi, ربي يغفر لنا. لا سولفا هذيك نا با ما كانش الاسامي. كان يقصد المقابله. سوي سير باسكو كي راحوا لامسيو عطاو له الماتش
للسيربي بيردي 3. وهذا لم سيو احنا وانا في ماتش لي شيزو والله غاني سي نقول فيراج بارتيكولي احنا عندو نفوتو قدامهم. سلمهم قاعد سي انوتر شونس بور النهد راحوا كيرو حنا حنا لوس مادالجي بولو غير صحاب النهدي سو سونتارو جي مع اون بارتي دي دو لوسما دو فاسون باش لوسما تعطينا الماتش بولو غير ونعطيو لو ماتش لو ديرني ماتش لي ساندي هنايا. سيتي كوم سا حنا وري تي جيم وماني 1-0 بولو غير كونت لوسما مي تو دانكو ما فهمناش كيفاش ان روفرسمون دو سي با بالك بتات لا ديفونس اللي تي داكور مع بالبكري ودباح اكسترا غران جوور لاتاك نو ايزو رونفيرسي لا سيتياسيون 2-1 على لا ميتون اون با كومبري جي ميم مو ماركي لو بريمي بيت ومن بعد بودريكي ماركا الدوزيام بيت ومن بعد 3-2 4-2 وترميني 4-2 حق الماتش تاع النهد. سمعني مليح سا سي ليستوار سي لا رياليتي واللي كان يحبوا نتقابلوا نتقابلوا لو ماتش دو نتاع لو اسمو نتاع لو ماتش تاع لي ساندي جاو 50 كار من وهران 50 حافله من وهران 50 حافله من وهران من العاصمه من العاصمه نعم بعثوهم حنا وين تي 3 جور دانا كارلوس لطل لوتيل دي غليسين في العوانه بوندون 3 جور يلا مارفيت فاس حنا موالفين نركضوا في الديار والصباح نصبحوا نعدي المدرب هو كارلوس مارشين رمال لعبوا في الناسيونال المدرب كان هو كارلوس غوميز البرتغالي بعد ما كان حارس في اونترينر جوار باسكو بوفي با جابوا ان اترونجي بوفي با بي لي ديريجون ان غران غاردان بيت كيما كارلوس اي بلوس ان اونترينر حطوا اونترينر مدرب نمر مر مباشرة باختصار تاع نتاع الماتش تاع لي ساندي باختصار نعم ماتش تاع لي ساندي جاب 50 كار جابوهم لونترينير الفرنسي ميرسي جو مون سوفيا حنا المقابلة خلصناها واحد بواحد تعادلنا ايزون ايغاليزي سيتي ان كروند بريسيون لا ماجوريتي اون افي 20 طون 20 سنة سلموا حنا الماتش نتاعنا لمسيو يلعب مع المولوديه دالجي في بولوغي حنا بدينا الافونس جو سي با بوركو ما على باليش خلصنا الماتش ماتش نول كي سمعوا الجي اللي بلي ماتش نول كان سيربي خسر دوام بس حنا خرجنا نمشيو نبكي وجاو لينا كانوا لنا سيربي المولوديه رابح دوام مع المولوديه دورون كونت ايزون ابري لي بلي حنا ماتش نول عطاوهم دوزيام بيت 2-2 جي لارتيكل هنايا باش سكتنا باش سكتنا عندك الجي اس دي 41 لونتون 41 بلعب باس 41 النهد 41 خدمو الكولا فيراج جينيرال بيسكو لو ميم نومبر دو بوان طاحنا طاح نتاعنا كان ضعيف Oui, un monsieur, Hadji Elias, qui a formé une équipe, et cette équipe, déjà jeune, avec un tout petit peu de manque d'expérience, l'a amené en National 1. Et jouer en National 1, il y avait quand même de grands joueurs au niveau national et des équipes bien structurées. Malheureusement pour la ville de Gigel, c'est une toute petite ville, et à ma connaissance, Bekri, il y avait 42 000 habitants. Donc, la JSD. وجبت جاب اسم الشقفة جاب اسم الطاهر اللي سيي دو لاعبين محليين يعني ابناء المدينة محليين من بعد هذه داك الساعة هنا دي ماري طحنا كارلوس راح جا بار لا سويت دحمو بن كينيوار نعم اي افيك دحمو لعبنا اون سيزون زدنا طلعنا دونك من بعد زدنا طحنا زرجا ماوش زين خلفت احنا من بعد ذلك لعبنا اون ناسيونال 2 اي دوبوي ان يا با يو في جيجل ان يا في il n'y a pas eu si vous voulez de relève il a club national tab le championnat on m'a fait à ma taf ma tlach hadz psychologiquement qu'on est arrivé mais qu'on est mal qu'on est mal يعني تاثرتوا في الموسم الموالي دفعتوا ثمن هذا الثمن هذاك ومن بعد بقى لي انهيار يمشي 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 ما تولي من بعد نخاف ودخلت الخوف في 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 في, في اللاعبين وحتى لقينا روحنا نازلين ناسيونال تحت ناسيونال 2
وهذا ما سبب مشاكل الفريق الى يومنا هذا، وينقاد النتائج متبدا كل عام وين متبدبه هكذاك. واليوم مازلنا ما شنقناش احنا، ونتمنى ان شاء الله منا في بالك السنين المقبله ان شاء الله تعاود الجهات تحكم راحها وتعاود تجيب الفريق تاعها، ولما لا تصعد ناسيونال 2 وحتى ناسيونال 1 بوركوا با. الدنيا فيها الخير ونتمنى الخير للفريق، وان شاء الله نعاودوا نفرحوا مع الفريق كما فرحنا كلاعبين لعبوا كمناصرين ولا كلاعبين القدامى. انا بور موا ça fait les enfants du club adouma 15 دروك adouma ça des jeux دروحهم للكلوب. دوك اللي كيجي يحكم الجي اس دي سي كيلكان دو من برا، دابور لي تروا دانيير زاني هادو غير من برا يجي يحكموا لو كلوب. انا مادا بيا سادير لو كان لي زونفون ديالي هما اللي يحكموها، وديجا لي جوار كاع دوك كان تروح تشوف ليكيب راك جبر غير ثلاثه برك من جي جيب لارما كامل عادوا يشريو لي ماتش من بعد. عاد سادير عاد شنو نقول لك دروك فور ان كلوب يساجي دروك برك تجيب السوارد وتشري جوار تطلع، مش كيما بكري تفورمي ودير دروك. لا بلي بار تلقاهم ماشي من توت لي زيكيب تلقاهم ماشي من البلاد كامل مشريين لي جوار، فهمت كيفاش؟ نقول لك سيت اون افير دروك دارجون. شكرا مراد بيز رئيس جمعيه قدماء لاعبي شباب جيجل، وبالمنى وكذلك اللاعب السابق لفريق شباب جيجل الاوائل الذي كذلك حملت الوان النادي سنوات السبعينيات. سي رشيد، بدايه وبادئ ذي بدء نتحدث على فكره تاسيس جمعيه قدماء لاعبي شباب جيجل، الفكره النيره اللي تقريبا اصبحت يعني فكره يقتدى بها على المستوى الوطني، هي اللي خلتكم حصلتوا على هذا المقر، مقر رائع امام او قبله الواجهه البحريه. سي رشيد، بدايه كيف جاءت فكره تاسيس جمعيه قدماء لاعبي شباب جيجل؟ شكرا سعود. من النيات نتاع الجمعيه واش هو نكملوا اون ايكول دو فوتبول لا فورماسيون، الله يبارك، كاين المدربين كاين لي زونسيان جوار بور لا براتيك، يعني هذه كاين، اما بالتنسيق مع لا دي جي اس ومع البلديه هذا من اهداف الجمعيه، يعني ماشي يعني باش نكونوا باش يزيدوا نحصلوا على باش نخدموا اون ايكول دو فوتبول بور لا فورماسيون باسكو نكست يعني نتنكيس، وهذا على مستوى الوطن يعني لا فورماسيون راهي شويه هامله يعني على هذه. يقول لك دوكا كان سي بوكاري وكانوا اللي سبقوني يقول لك ما كانش لا فورماسيون، علاش؟ ما كيخدموش على هذه، على هذه يجيبوا من لي جوار كان دي كلوب اللي راهم يفورميو ولا يديو لهم. دوك تشوف بكري كان يهضر الدال هذه راحوا لكازا بلونكا كامل زايد اللاعبين المحليين في وهران اللاعب المحلي في عنابة المحلي كانوا يكونوا. دوكا الامور تبدلت والامور تطورت على كل حال، هذه سا سباس مام اون اوروب دوكا بارتو تروحوا دون دي كرون كلوب ما تجبرش لي جوار تاع مام. نشكرك نشكرك سيد رشيد نغيز، بارك الله فيك على هذه الايضاحات. شكرا. من هنا ومن هذا الملعب وقبل 79 سنة انطلقت حكاية شباب جيجل أو النمرة كما يحلو للجواجلة تلقيبها. إن شاء الله حنا فريق شباب جيجل الهدف نتاعه هو الصعود، كما قلت أنه كانت البداية نتاعنا قوية مع المدرب الأول فرحي، من بعد فرحي ما كان مرض واستقال على كل حال من العريضة الفنية، كانت هذيك المدة بين المدرب الأول ومن بعد ما جبنا المدرب الثاني كانت المده هذيك كيما نقولوا 60 بيريود كره عداها الفريق شويه صعيبه شونجمون، نحينا لونترينور جبنا لونترينور من بعد هذيك على كل حال لونترينور اللي جبناه كان بالدور ديالو كما ينبغي عبد الحكابر كان نشكروه ثاني نشكروه نحيوه من هذا الحد يعني يعتبر من نشكروه انا من عيان جوره القيم ونشكره انا كرئيس نشكر عبد الحكابر كان بالشيء اللي كان به. على كل حال النتائج ما مشاتش معاه هذيك حاجه علاه، كومنا عاودنا جبنا مدرب جديد وهو بالعرج محمد، كي جبنا محمد راه النتائج ان شاء الله عاودت ولات الفريق والفريق راهو ينافس على المراتب الاولى والنتائج اللي راهي تمشي مع في المده هذه نتائج ايجابيه، وان شاء الله رانا ننافسوا من اجل الصعود. مثلا يقول لك حنا رانا جينا باش نلعبوا من اجل الصعود، هذه ما نحيوهاش وما راناش نفشلوا عليها حتى الاخر مقابله، انا كنقول من لعبوا الصعود حتى الاخر مقابله، وان شاء الله انا متفائل 80% باللي الصعود يكون ان شاء الله. ان شاء الله محمد نمر نبقى دائما مع المشوار الايجابي لفريق شباب جيجل اللي نقدر نقول تعرض ل يعني بعض نقدر نقول بعض
مشاكل ربما بفعل يعني دليل انه تعرض للعقوبه مؤخرا وكان حرم من انصاره في لقاءين متتاليين. يعني الى اي مدى اثرت هذه العقوبه رغم انه الفريق خرج يعني خرج سالما معافى من هذه الفتره، الى اي مدى اثرت هذه العقوبه على يعني معنويات اللاعبين اللي يعني في الوقت اللي هم الان في امس الحاجه الى مسانده من قبل الجماهير العريضه لشباب جيش؟ والله الفريق حنا نحب نقول لك ما تاثرش من هذه العقوبه، ما تاثرش بالعكس، الفريق تاعنا زاد قوه وحقق نتائج في الاخر بدون جمهور، وحنا الجمهور تاعنا يعني الشيء اللي نطلبوا من هذا المنبر ثاني ان الجمهور ديالنا يتعقل ويساند الفريق حتى الاخر لحظه ويشجعوا ويخلينا نلعبوا المقابلات يعني كانها مقابله كاس دوك رانا نلعبوا فيها في الملعب ديالنا، ونحتاجوا الجمهور نطلب منه نعاود له من الالف انه يكون يساندنا ويشجع الفريق حتى اخر مقابله، يعني نمنوا بالصعود ونزيدوا نقولوا باللي احنا رانا نخدموا على الصعود، ما راناش هنا باش نفشلوا الفريق ولا عين. والفريق ان شاء الله راهو ديما بقوته، احنا هذا الشيء اللي راني راح ندير عليه بزاف انه الجانب المالي لحد الساعه لحد المقابله نتاع اليوم انه من ناحيه المنح وهذيك اللاعبين كامل ماخذين المنح نتاعو، ما كان حتى انا نخاف على الفريق في المستقبل، على هذه راح حبيت نطلب من السلطات الولائيه اللي راهي هنا اللي ما جاتش الفريق وما ظهرتش خلاص ما يخليوناش نندموا على الصعود هذا، لانه غدوه غير غدوه الفريق يخلص زوج نقطات ولا نقطع الفريق الاول ونقعدوا نندموا عليها ما نزيدوش نلقاوها الفرصه هذه مازلنا لقيناها. دونك انا نطلب منهم السلطات الولائيه وكامل نشكر البلديه اللي راهي تكون بالدور، انا نشكر على رئيس مجلس البلدي ونطلب له الشفاء ان شاء الله راه مريض على كل حال. هو راهو يقوم بالدور ديالو عاون الشيء اللي قدر، نطلب من الولايه السلطات الولائيه الشبيبه والرياضه انهم يقوموا بالدور ديالهم حتى انها ما تكونش يعني نندموا في الاخير نقولوا الفريق هاك تشوف يلعب الدور ديالو في الاخر نندموا على زوج نقطات ولا نقطه وهي كانت بيدنا باش نديروها. ان شاء الله انا هذا نزيد نطلب نعاودوا للمره الالف نطلب من السلطات انها تقوم بالدور ديالها وتجي وتكون بالفريق وتجي تشوف ويعاونونا ماليا ويعاونونا هذيك ما يجيو يتدخلوا خويا يجيو يشوفوا الفريق في الملعب في التدريبات انه ديجا حاجه اللاعبين معنويا هي كبيره. الحمد لله اليوم رانا في السكه صحيحه، نظن احنا رانا متقاربين جدا للرايد وكل الحظوظ مازالها قائمه باش نحققوا الهدف تاعنا المسطر في بدايه الموسم. نظن احنا كل الافراد تاع الفريق راهم يعملوا باقصى الجهد باش نحققوا هذا المبتغى، ان شاء الله يكون في املنا وهكذا نفرحوا الجمهور الجيجلي وان شاء الله تكون يكون صعود تاريخي ان شاء الله. محمد بالعرج نقلبوا الطاوله نقلبوا كلش حتى البيت نقلبوه ما كاش مشكله، احنا الهدف تاعنا لازم نحققوه. صح هي في الحقيقه التنافس راهو صعب وشديد لكن مش مستحيل، وان شاء الله هنا الكلمه الاخيره ان شاء الله تقعد هنا في جيجل وان شاء الله احنا نكونوا في حسن ظن الجمهور تاعنا والجمهور الرياضي حتى كل جمهور الرياضي الجزائري يتمنى يشوف شباب جيجل تلعب في القسم الثاني ولما لا في القسم الاول في المحترف ان شاء الله. السلام عليكم. هي بربي ان شاء الله احنا كما نقولوا رانا استرنا منذ بدايه الموسم هدفنا الاول هو الصعود الى القسم الوطني ثاني محترف وان شاء الله رانا في لو بون سونس. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان سير خويا سعود كما جيناش نمنو ما نوصلوش للمواصل اللي رانا فيها اليوم، ونتمنى ان شاء الله نحقوا صعود المره الثانيه على التوالي للفريق شباب جيجل.
يعني كم اللي حلموا باش يعاودوا يرجعوا الفريق نتاع النمره القسم اللي يستحق هو يعني القسم الاول، يعني التاريخ نتاع النمره ما يسمحلناش باش يلعب في هذا القسم، وحنا هنا رانا مستعدين كما قال وعندنا رانا في خدمه الفريق، يعني كي يحتاجنا الفريق نجمو نقدموا المساعده نتاعنا، نقدموا الاخر شيء اللي نقدروا نساهموا باش نعاودوا نرجعوا الفرحه للانصار هذو اللي راهم ينتظروا في هذا العوده نتاع الفريق للمجد نتاعو. اثر اثر ايجابي نظن احنا اليوم الفوز كان بشق الانفسنا، تشوف لعبنا مباراه جل المباراة بعشر لاعبين نظن كان أثر علينا من الجانب التكتيكي والبدني، نظن أنا في الشوط الثاني كان فيه بعض اللمسات اللي قمنا بها، وهذه هي كرة القدم. اليوم كانت مباراة صعبة جدا، لكن الفوز كان حالفنا وسي ميريتي، نستاهلوه لان ما حبسناش ما حبطناش يدينا طوال المباراه. نظن اليوم الخصم لو كان لعب المباراه تاعو كلها هكذا لو كان راهو في المراتب الاولى، نظن يعطيه الصحه على المجهود اللي داروا، لكن لو كرون ميريت روفيا انو جوار كي سو سون باتيو سور تيران كوم دي غيري. هذا نداء الجمهور تاعنا باش يساندنا في المباراه اللي باقيه، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله نكتبوا اسمنا في التاريخ الجيجلي ان شاء الله. خساره منافس واحد نظن رائد القبه، هذه يساعدنا حنايا اذا يتقلص الفارق ويزيد لنا في العزيمه ويزيد لنا في الطموح، وان شاء الله اليوم وصلت باش نشمروا على الايدي كلنا جمهور مناصرين طاقم فني طاقم اداري لاعبين حتى لي زوتوريتي لازم يتحركوا لانه راح نمثلوا مدينه جيجل. مو غراج حسين واش راح نقول انا ليكيب هذه جياز ديال نحبوها واش نتمنوا نطلعوا الدوزيام ديفيزيون، هذه هي ربي ان شاء الله. الحمد لله احنا درك انا بريباريو ماتش بار ماتش كيما شاك ماتش فينال، انا نتبع حتى درني ماتش ان شاء الله في الاخر نفرحوا احنا ونفرحوا لي سيبورتور تاعنا والولايه تاع جيجل كامله. الحمد لله اليوم وفقنا ربي لعبنا شي اللي عندنا وامنا بروحينا وجبنا الماتش جبنا 3 بوا والحمد لله، ويعطيهم الصحه لي جوار بارك الله فيهم وربي يكون معنا في لي ماتش اللي مازالوا وان شاء الله نطلعوا. فيكتوار هذه نهديوا لي سيبورتور وكمل اللي يديروا جيلو كانوا واقفين معنا، هذه والحلاوه تاعها لا فيكتوار كي جات هكذا لعبنا اديس الحمد لله ربي ما وفقنا جبنا لا فيكتوار هذه. النتيجه هذه ان شاء الله داروها للاعبين بفضل مجهودات اللاعبين، رحم ان شاء الله يبدلوا في مجهود، والنتيجه هذه راهي تخدمنا بزاف البطوله سيرتو ان الفريق اللي راهو ينافسنا اليوم انهزم، دونك احنا رانا عندنا نديماريو ان شاء الله اون فورس من القدام.
أخيرا نقول من ملعب العقيد عميروش بدأت الحكاية منذ 79 سنة، ومن هذا الملعب يتمنى أنصار النمر أن تبدأ حكاية مع قسم الأضواء. الموعد مضروب بعد 10 جولات، والكل يمني النفس بأن تبدأ النمر حكاية جديدة مع المحترف الثاني من هذا الملعب الجديد. Yeah.